حبس الأجواء ودخول اللاعب. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Nepal. سيداتي سادتي، يرجى الوقوف لعزف النشيد الوطني لدولة نيبال. والآن السلام الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية. استمعنا مشاهدينا الكرام للنشيد الوطني لدولة نيبال والسلام الملكي الأردني. كابتن ديان، الحديث عن هذه المواجهة، تحدثنا كثيرا في جميع الجوانب فنيا لهذا اللقاء، التوقعات بالشكل العام بعد كل هذا الحديث، التوقعات. والله أنا بتوقع إن شاء الله تكون بداية مميزة لمنتخبنا اليوم. بتوقع اليوم أنه نسجل مبكرا ونعزز 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 إن شاء الله، وتكون نتيجة مميزة الشوط الأول، حتى أنه كمان تعطينا الريحية بالتفكير من نواحي هجومية أكبر، حتى يكون عندنا غلي وفير من الأهداف تسعفنا إن شاء الله بالقادم من الأيام في حسابات هذه المجموعة. بالتالي إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله. لنا عودة بين شوطي هذا اللقاء وحديث أكثر وأكثر عن هذه المواجهة. يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله عودة الروح من هذه المواجهة لنشامل المنتخب الوطني. ننتقل مشاهدينا الكرام ونتابع مجريات الشوط الأول، والكلمة للزميل بسام المجالي معلقا وواصفا لهذه المباراة. يا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني، جملة أكيد نتمناها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعين عبر قناة أردن الرياضية، نرحب بكم أجمل ترحيب من هنا من استاد عمان الدولي، وبحضور رسمي رفيع وحضور جماهيري. كنا نتمنى أن يكون أكثر من ذلك. مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم، ثالث مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات ونحو الطريق إلى الدوحة 2022. منتخبنا الوطني يستقبل منتخب نيبال، وذلك في مباراة ضمن لقاءات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023. مباراة
ينتظر أن تكون بمتناول يد منتخبنا الوطني الذي يسعى لفوز ثاني في هذه المجموعة بعد أن فاز في الجولة الأولى على منتخب سنتيبي وتعثر في الجولة الثانية هنا في هذا الملعب أمام المنتخب الكويتي الشقيق عندما تعادل سلبيا. مباراة أكيد يعني لا يختلف اثنان على أنها ستكون في متناول يد منتخبنا الوطني لقاء المنتخب النيبالي الذي يعتبر واحد من أضعف فرق هذه المجموعة مع منتخب الصين تايبي. منتخبنا قبل هذه المباراة في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط متأخر من فارق الأهداف عن منتخب الكويت، بينما نيبال في المرتبة الرابعة برصيد 3 نقاط. لحظات وتبدأ أحداث هذه المباراة ونتعرف على تشكيل ونبدأ مع منتخبنا الوطني. هناك للحراسة عامر شفية في خط الدفاع الرباعي، أنس بن ياسين، طارق خطاب، فراس شباية، محمد الدميري في خط الوسط، أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن، سعيد مرجانو في المقدمة، ياسين البخيت، بهاء فيصل وأحمد العرسان. المدير الفني كما نعلم البلجيكي بيتال، بينما المنتخب الضيف منتخب نيبال يمثل في لقاء اليوم للحراسة كيران واللاعبون دينيش، أنانتا، أريال، بيمال، أنجان، سوجال، سانكوش، تامان، باسوان وروهيد. المدرب هو السويدي رولف يوهان كريم. المباراة بقيادة هذا الحكم، حكم من طاجكستان سادولو جول موردوي. تبدأ هذه المباراة بهجمة للمنتخب الوطني، والآن أحمد العرسان، أحمد العرسان، وإنذار مبكر، إنذار مبكر بهجمة عن طريق الجهة اليمنى، تسديدة قوية في أول الثواني، أول 20 ثانية هناك هجمة لمنتخب الوطني وإنذار مبكر للمنتخب النيبالي. نعرف أنه أكبر نتيجة حققها الأردن في تاريخه كانت في التصفيات ما قبل الماضية على حساب منتخب نيبال عندما فاز ب9 أهداف دون مقابل تحت قيادة المدير الفني العراقي عدنان حمد. وبالتالي منتخبنا يسعى إلى تحقيق انتصار كبير على المنتخب النيبالي والوصول للنقطة 7 والانفراد في المركز 2 في هذه المجموعة. اليوم منتخب استراليا واصل مسلسل انتصاراته وحقق انتصار كبير على منتخب الصين تايبي ب7 أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي منتخب استراليا هو في القمة برصيد 9 نقاط. الآن في رأس الباير استقبال الكرة، منتخبنا مطالب بالضغط المكثف داخل ملعب منتخب نيبال، لن نرضى بفوز عادي، نريد الفوز الكبير الكاسح، يعني تعويض بعض الشيء عن مرارة التعادل المخيب أمام المنتخب الكويتي في المباراة الماضية. الآن أحمد العرسان صاحب أول تهديد، صاحب أول وصول، صاحب أول تسديدة على المرمى النيبالي. سلامات، هناك إصابة للاعب منتخب نيبال، اللاعب أنجان، والخطأ لمصعد منتخبنا الوطني. كرة عند الجهة اليسرى ولكن أيضا تصل إلى الدفاع النيبالي. منتخب نيبال عنده 3 نقاط، الفوز على الصين تايبي. منتخب نيبال طبعا هذه ثالث مباراة رسمية بين المنتخبين، كما ذكرت المباراة الأولى كانت ب9 أهداف نظيفة وفي لقاء الإياب التعادل هدف ثلاث. الآن ياسين البخيت، ياسين، ياسين، يلا ياسين، ياسين يعكس كرة والتصدي، فرصة عن طريق سعيد مرجان، سعيد سدد كرة ولكن التعلق لكيران، كيران يبدع في التصدي لهذه المحاولة وأول تسديدة بين الخشبات الثلاث. كرة عن طريق اللاعب سعيد مرجان، بالمناسبة سعيد مرجان أول أهدافه الدولية على الإطلاق كانت في مرمى منتخب نيبال في لقاء الإياب عندما انتهى بالتعادل في كاتماندو بهدف لهدف. الآن ياسين من جديد، يلا ياسين، ياسين البخيت يعكس كرة ياسين، وتأخر ياسين، تأخر وبالغ بالمراوغة ياسين، وبالتالي نذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النيبالي. فرصتين في أول 3 دقائق، أول 3 دقائق هذه الفرصة الثانية تسديدة من سعيد مرجان والتصدي لكيران، كيران تصدى لمحاولة مرجان وتبقى النتيجة تعادل دون أهداف مع فرصتين محققتين لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة. ركلة مرمى،
التنفيذ عن طريق كيران قائد المنتخب النيبالي، كرة بالأمام مقطوعة برأسية طارق خطاب يلحق بها ولكن مقطوعة من قبل اللاعب أريال، أيضا مقطوعة من فراس شلباية، فراس يمرر إلى بهاء فيصل استقبال غير جيد، مقطوعة الكرة من قبل اللاعب روهيت، معادة إلى اللاعب أنانتا طويلة أقرب إلى عامر شفيع، عامر شفيع يتوقع ألا يتعرض للمشاكل كثيرا اليوم عامر شفيع، أيضا كرة مقطوعة تصل عند اللاعب طارق خطاب، طارق تغيير عند أنس بلياسي، بعض التغييرات أجراها بيتال عن المباراة الماضية ضد الكويت، منها لأسباب اضطرارية، أسباب خلي بن عطية، ومنها لأسباب تكتيكية، اليوم سعيد مرجان، أحمد سمير والعرسان في التشكيل الأساسية في هذه المباراة ضد منتخب نيبال. أكيد يعني الفروق الفنية واضحة، منتخب نيبال والآن في المرتبة 61 بعد 100 سلم تصنيف الفيفا، منتخب النيبالي المرتبة 161، الآن كرة عند ياسين ولكن مقطوعة وتبقى الخطورة على المرمى النيبالي، أو هذا ياسين بخيت أيضا الإبعاد، الآن عنده المساحة لاعب منتخب نيبال بقيادة فنية سويدية المنتخب النيبالي ولكن مقطوعة من أحمد سمير، تعود مرة ثانية عند أحمد العرسان، عنده المساحة لكي يتقدم، يتقدم أحمد العرسان، أحمد العرسان أمام اللاعبين، يعود الخلف قليلا إلى أحمد سمير، أحمد سمير يراوغ يمرر مرة ثانية إلى اللاعب أحمد العرسان، فراس شلباية بالمساندة الهجومية، أحمد العرسان إلى شلباية من جديد، فراس شلباية ولكن مقطوع الكرة، تعود إلى بها عبد الرحمن، أحد ثلاث لاعبين كانوا حاضرين في أول مواجهتين ضد منتخب نيبال في عام 2011، نتحدث اللاعبين الموجودين، هذا اللاعب أنس بن ياسين وقبله بها عبد الرحمن، وأيضا هم أربعة مع عامر شفيع وسعيد مرجان، أصبحوا أربع لاعبين كانوا حاضرين في أول مواجهة، كرة أمامية لبها فيصل مقطوعة بالرأس قبل اللاعب تامانك، إذن أربعة لاعبين في أرضية الملعب كانوا حاضرين في أول مواجهتين مع منتخب النيبالي، بالمناسبة في تلك المباراة مباراة 9-0 بل سجل في تلك المباراة سوبر هاتريك للشاطر حسن، حسن عبد الفتاح أحمد هايل اللي موجود اليوم عضو في الجهاز الفني، أحرز ثنائية في تلك المباراة، عامر ديب أيضا سجل ثنائية، وعبد الله ديب سجل هدفا من أهداف التسعة لمنتخبنا الوطني، تمريرة عند اللاعب أحمد العرسان، أحمد العرسان المهاري كرة بالأمام ولكن أيضا مقطوعة من المنتخب النيبالي، تعود الآن هجمة لمنتخب نيبال، منتخب نيبال كما ذكرت مرتبة 161 ب 999 نقطة، بينما منتخبنا حاليا في آخر تصنيف للفيفا هو بالمرتبة 99 برصيد 1235 نقطة، نذهب إلى رمي التماس لمصلحة منتخبنا الوطني، بعد بداية في أول ثلاث دقائق فرصتين، الآن منتخبنا يبحث من جديد عن الوصول إلى مرمى المنتخب النيبالي، نريد هدف مبكر، هدف مبكر بالزاد الضغط أكثر على المرمى أو على المنتخب النيبالي، منتخبنا الوطني أربع نقاط فوز وتعادل بفارق 5 على المنتخب الأسترالي اللي لعب 3 مباريات، المنتخب لعب مباراتين، الشهر القادم الموقع الكبرى اللقاء المنتظر، المنتخب الأسترالي يحل ضيفا من جديد على منتخبنا الوطني، وكفة اللقاءات الرسمية ترجح كفة منتخبنا الوطني بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين، الآن فراس شلباية يعكس الكرة وأحمد سمير، وطالت على أحمد سمير، طالت على أحمد سمير تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب نيبال، الحضور الجماهيري كما ذكرت يعني ليس بعدد المباراة الماضية مع المنتخب الكويتي، أكيد يعني يمكن الجمهور يعني محبط وحزين، سمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أيضا
حضر كان حاضر المباراة الماضية يحضر أيضا هذه المباراة. أيضا سمو الأمير هاشم يحضر هذه المباراة. المباراة يعني كل مباراة هامة أكيد، يعني كانت يعني هي ليس بصعوبة المباراة الماضية، ولكن كل مباراة هامة أكيد لمنتخبنا الوطني. نعرف نظام التصفيات، يتأهل بطل لكل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 ثواني، وبالتالي يجب يعني يعني المباريات السهلة، وإن كانت يعني كرة القدم يعني عامرة بالمفاجآت، ولكن يجب المباريات السهلة أنك تفوز وأيضا بفارق أهداف كبيرة. كرة معادة عند اللاعب ياسين البخيت إلى الخلف عند بهاء عبد الرحمن. بهاء عبد الرحمن مشاهد عودة لجميع لاعبي منتخب نيبال. كرة بالأمام بعيد تذهب إلى خارج الميدان، تذهب إلى ركلة مرمى بعد بداية مثيرة قوية لمنتخب الوطني. فرصتين يعني آخر الدقائق منتخبنا يجد صعوبة في الوصول إلى مرمى منتخب نيبال. هذا هو طارق خطأ، ركلة مرمى الآن تهدي اعتقاء اللعب من قبل حارس المرمى، يريد ابقاء الكرة اطول وقت يعني بحوزته، يعني ابعاد الضغط والخطورة عن مرمى فريقه. حارس مرمى كيران اللي تصدى لمحاولة خطيرة جدا للاعب سعيد مرجان. الكرة الان عند اللاعب انس بن ياسين. انس بن ياسين كرة عند الجهة اليسرى ولكن بعيدة عن ياسين البخيت. استقرار في خط الدفاع من المباراة الماضية، نفس الأسماء دميري وأنس بن ياسين طارق خطاب وفراس البي. أيضا دميري كان حاضر في ترى بالمناسبة في مباراة الإياب، يعني كان حاضر دخل كلاعب بديل. تالي عندنا 5 لاعبين. كرة الآن هجم إلى منتخب نيبال، تمريرة بالأمام ولكن دون عنوان أقرب إلى ركلة مرمى. هي ركلة مرمى طالت على هذا اللاعب، اللاعب سوجال. سوجال حاول لعب الكرة ولكن طارت عليه. الآن كرة عند اللاعب أحمد سمير، أسرع يا أحمد. كرة الآن باتجاه اللاعب ياسين البخيت. ياسين يتقدم. ياسين البخيت يعكس كرة ولكنها مقطوعة من أنانتا يبعد الخطر مرة ثانية. كرة بالأمام هجم إلى مصعة المنتخب النيبالي، يعود إلى ملعبه أنانتا من جديد. كرة خاطئة تذهب إلى رمي التماس لمصعد منتخبنا الوطني. ياسين مرة ثانية على الجهة اليسرى إلى محمد الدميري. الدميري يغير مسار اللعب نحو الجهة اليمنى، استقبال لفراس شلباية معادل الخلف عند اللاعب وقلب الدفاع طارق خطاب إلى أنس بن ياسين. أنس كرة لم تصل أو وصلت إلى اللاعب ياسين البخيت. ياسين إلى محمد الدميري إلى رمي التماس لمصعد منتخب نيبال. رمي التماس، هذا هو الحضور الجماهيري، جانب من الحضور الجماهيري المتواجد في استاد عمان الدولي. لغاية الآن 12 دقيقة والتعادل السلبي ما زال حاضر. طبعا منتخب نيبال بدأ المشوار بخسارة كبيرة مع منتخب الكويت، 7 أهداف دون مقابل، من هدفين في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني، ثم فازت على منتخب الصين تايبي، ثم خسرت مع أستراليا بخماسية نظيفة. سعيد مرجان كرة عند أحمد العرسان. الكرة الآن عرضية إلى بهاء فيصل ولكن كيران حارس النيبالي يطير ويسيطر على هذه العرضية اللي مررها اللاعب أحمد العرسان. اعتماد كالمعتاد من قبل فيتال على الأطراف. اليوم موسى التعمري على الدك والعرسان يأخذ حظه في تشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني. كما ذكرت بعض التغييرات اللي حضرت عن المباراة الماضية. بهاء عبد الرحمن، بهاء يمرر عند اللاعب فراس سلباية.
استقبال لفراس، كرة باتجاه سعيد مرجان ولكن مقطوعة بالرأس إلى رمي التماس لمصعد منتخبنا الوطني. هذا هو بيتال صاحب 56 عام، المباراة 25 تحت قيادة بيتال اللي حل محل جمال أبو عابد كما نعلم مدربنا الوطني. 24 مباراة سابقة، 7 فوز 9 تعادلات و8 خسائر، نسبة الانتصارات مع بيتال 29%. ياسين البخيت، ياسين مباشرة العرضية، هناك فرصة العرسان ولكن كيران، العرسان مرر بسرعة ولكن كيران سيطر على هذه الكرة من جديد. شاهد التمريرة من ياسين البخيت والعرسان حاول استغلال انه الحارس كان على الارض. هذا هو المدرب السويدي، كرة مقطوعة كما ذكرت، فقط الاعتماد على الاطراف. اتمنى منتخبنا الوطني انه ينوع من الخيارات، يعني اختراق من العمق، التسديد من بعيد. هذا هو عامر شفيق، حوت آسيا، ما زال يعطي ويعطي لمنتخبنا الوطني. كرة مقطوعة من طارق خطان تعود لمصلحة المنتخب النيبالي. هجم الآن، ربع ساعة تقريبا الآن سيطرة فرصة لمنتخب نيبال، تسديدة ولكنها ضعيفة، ضعيفة من سجال. هذه تسديدة تعود الآن، هجم منتخبنا الوطني. أحمد سمير كرة عند اللاعب أحمد العرسان أحمد يتقدم أحمد العرسان، هناك ركلة حرة لمنتخبنا الوطني، ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء مع بطاقة صفراء لتمانك تحصل على البطاقة الصفراء، وركلة حرة مباشرة من مكان خطر. حاجة هذا المكان للاعب يجيد التسديد بالقدم اليسرى، ولكن يمكن يعني بهاء يتقدم، بهاء عبد الرحمن اللاعب المدفعجي مع منتخبنا الوطني. هذه الإعادة من جديد، نشاهد الاعتار واضح كان من قبل اللاعب تمانك، وبالتالي ركلة حرة والبطاقة الصفراء ظهرت. كيران توجيه حائط الصد، ركلة حرة مباشرة، هل سينفذها العرسان ولا بهاء عبد الرحمن في مواجهة كيران حارس مرمى منتخب نيبال؟ ركلة حرة مباشرة، هل تحمل الجديد بهاء؟ يبدو الأقرب للتسديد بهاء عبد الرحمن. كل لاعبي نيبال داخل منطقة جزائهم. بهاء عبد الرحمن يتقدم، بهاء عبد الرحمن ولكن بجوار المرمى، تذهب إلى ركنية، تذهب إلى ركنية. هذه التسديدة القوية من بهاء تصل بأحد لاعبي خط الدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة منتخبنا الوطني، هي الأولى هذه الركنية في الدقيقة 17. التنفيذ عن طريق أحمد العرسان بالأسلوب القصير إلى الدميري، يعكس كرة ولكن أيضا مقطوعة إلى فراس شلبايا، مقطوعة من دفاعات المنتخب النيبالي. سعيد مرجان إلى ياسين باتجاه بهاء فيصل، ولكن أيضا مقطوعة الكرة طويلة في الأمام، أقرب إلى عامر شفيع بتركها تخرج إلى ركلة مرمى لمصعد منتخبنا الوطني. الهدف تأخر يا شباب، نشاهد هذه التسديدة القوية من اللاعب بهاء عبد الرحمن والابعاد من اللي تسبب بالخطأ وصاحب البطاقة الصفراء تمانك هو من ابعد الخطر الى الركلة الركنية في الضربة الثابتة لبهاء عبد الرحمن. بهاء من جديد، تمريرة عند اللاعب انس بن ياسين الى ياسين البخيت، غير مركزه من الجهة اليسرى الى الجهة اليمنى. ياسين الى اللاعب فراش الباي، ياسين البخيت يراوغ، يتقدم، يمرر إلى أحمد سمير، هناك أيضا ركلة حرة مباشرة
وهذه المرة الخطأ على اللاعب أنجان. أنجان هو من يعني أعاق تقدم اللاعب أحمد سمير إلى ركلة حرة. على التوالي مصعد منتخبنا الوطني. أيضا التنفيذ يبدو عن طريق طه عبد الرحمن. الأولى تصدى لها تمانج. كيف سيكون حال الركلة الثانية عند بهاء عبد الرحمن؟ نشاهد اختراق اللاعبين يعني منطقة العمق الدفاعي لمنتخب نيبال، أجبرهم على ارتكاب أخطاء يعني في ركلات حرة في خطورة أكثر على مرمى منتخب نيبال. سلامات، هناك إصابة لأحد لاعبي منتخب نيبال. سلامات، توقف الآن على المباراة. هذا هو بهاء عبد الرحمن وأحمد العرسان. من الأقرب للتنفيذ؟ يعني كلا اللاعبين يمتازان بقوة التسديد. سلامات، الآن يخرج لاعب منتخب نيبال لاستكمال علاجه خارج الميدان. ركلة حرة مباشرة. أحمد العرسان بيجهز الكرة، يبدو الأقرب للتسديد. توجيهات أيضا من كيران، فقط تصدى لكرة واحدة بين أخشاب المرمى، حاول سعيد مرجان. الآن الركلة الحرة بهاء ولا أحمد العرسان؟ أحمد يتقدم يسدد، والإبعاد والإبعاد يأتي من كيران من جديد. كيران قرأ هذه الركلة بصورة ممتازة وتصدى لها. إدميري كرة مع اللاعب الآن لاعب منتخب نيبال، ولكن مقطوعة من إدميري من جديد إلى أنس بن ياسين. 20 دقيقة مرت والنتيجة التعادل دون أهداف. أحمد العرسان يستقبل بصورة ممتازة. أحمد العرسان، سعيد مرجان، سعيد إلى ياسين. أول حالة تسلل هدف ملك الطهران. الراية سبقت التمريرة من ياسين البخيت، وبالتالي هدف ملغي وأول حالة تسلل في المباراة. تأخر سعيد في التمرير، وبالتالي قرار سليم 100% للحكم المساعد وحكم الساحة، حكم الطاجيكي سادولو جول مورودي. ركلة حرة غير مباشرة. صمود الآن لمنتخب نيبال في هذه المباراة. طارق خطأ لمصعد منتخب نيبال. خطأ على طارق خطاب، خطأ على لاعب المنتخب لمصعد منتخب نيبال لاعب سجال. ركلة حرة الآن لمصعد المنتخب النيبال. التنفيذ عن طريق اللاعب سانتوش صاحب القيمة 17، حائط صد فقط من لاعب واحد هو ياسين البخيت. سانتوش كرة على العمود البعيد، وهناك كرة رأسية مرت بسلام. محاولة اللاعب أنانتا إلى ركلة مرمى، هذه اللي عادة من جديد يعني فيها بعض الخطورة من اللاعب أنانتا. ركلة مرمى منفذة تصل عند اللاعب بها عبد الرحمن إلى أحمد سمير إلى محمد الدميري. أحمد سمير من جديد. فراس شربايه بالاستقبال الآن. فراس إلى طارق خطاب، البحث عن ثغرة في دفاعات المنتخب النيبالي. الصامد لغاية الآن مع انتصاف أحداث الشوط الأول أنس بن ياسين. شاهد يعني التكتيك واضح، تدويع الكرة ثم تمريرة باتجاه أحد لاعبي الأطراف، إما العرسان أو ياسين البخيت. مرة معادلة الخلف لغاية الآن بهاء فيصل لم يظهر لغاية الآن، يعني يخضع لرقابة رصيقة من لاعبي منتخب نيبال. رمي التماس الآن لمصعد منتخبنا الوطني.
رامي التماس التفين عن طريق اللاعب محمد الدميري. يجب الضغط أكثر على لاعبي منتخب نيبال. بهاء كرة باتجاه اللاعب ياسين البخيل. ياسين خطأ لمصلحة منتخبنا الوطني. إعذار واضح كان من قبل اللاعب أريال إلى ركلة حرة لمصلحة منتخبنا الوطني. هذه الإعادة من جديد أريال ومن أعثر ومن أوقف التقدم ياسين البخيت وركلة حرة لمصلحة منتخبنا الوطني التفيد عن طريق اللاعب محمد الدميري. تقدم للاعبي منتخبنا داخل ملعب المنتخب النيبالي التفيد عن طريق محمد الدميري. أنس مقدم وبهاء فيصل وسعيد وطارق خطاب كرة داخل المنطقة سعيد ولكن أقرب لرأس المدافع النيبالي. مرة ثانية الآن أحمد العسل مسيطر بصورة ممتازة. هناك إصابة لأحد لاعبي منتخب نيبال. سلامات اللاعب يبدو اللاعب سجان. سلامات هذه الإعادة من جديد وقصة إصابة اللاعب. شاهد مرة ثانية اللاعب رهيت هو من تعرض للإصابة ثاني إصابة وبالتالي الآن توقف أحداث المباراة مع اقترابنا للدقيقة 25. من حركة إيد بهاء فيصل يطالب زملائه بسرعة التمرير. هذا وأنس بن ياسين قلب دفاع منتخبنا الوطني. المباراة ما زالت متوقفة. سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد أيضا حضور سمو الأمير علي بن حسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا. دعم لا محدود لمنتخب النشاط بانتظار أن يترجم لاعبو منتخب الوطني هذا الدعم إلى نتائج على أرض الميدان. يعني المرحلة القادمة يجب التركيز فيها لأنه سنواجه أصعب منتخبات هذه المجموعة المنتخب الأسترالي. يجب التحضير بصورة مثالية وأن نصل إلى تلك المباراة جاهزين 100%. الآن أحمد العرسان الكرة العرضية بهاء فيصل ولكن تصل إلى اللاعب ياسين البخيت. ياسين البخيت لمسة يد يا حكم. فراس شلباية ياسين هاته خط مع فراس الكرة العرضية أيضا تذهب إلى ركدرب. كان هناك لمسة يد. هذه الإعادة وشاهد مرة ثانية لمسة يد واضحة على اللاعب سجال. كان كسبنا ركلة حرة من مكان أخطر من هذه الركلة ركنية تفيد عن طريق أحمد العرسان. تعددت الكرات الثابتة ولكن دون نتيجة. أيضا هناك الدربكة والإبعاد من قبل الحارس تعود إلى العرسان إلى أنس. أنس يسدد ولكن تصدم بالدفاع لغاية الآن. يعني لاعبوه منتخب نيبال يعني التنظيم الدفاعي يعني ناجح بصورة كبيرة في إيقاف الخطر على مرمى الحارس كيران. رامي التماس لمصلحة منتخبنا الوطني. فراس شلباية بالتنفيذ إلى أحمد العرسان. الكرة العرضية الآن تحضر أنس بن ياسين بالرأس ولكنها بعيدة. صمنا على التسجيل في آخر مبارتين مع سنغافورة ودية تعادلنا سلبا وأيضا مباراة رسمية مع الكويت أيضا التعادل السلبي. لغاية الآن نصف ساعة تقريبا نقترب نصف ساعة وما زلنا عاجزين عن زيارة الشباك. هناك أيضا إصابة جديدة لأريال. أعتقد يمكن لعبوا منتخب نيبال بتعمدوا إيقاف اللعب يعني تعامل في بعض اللاعبين الإصابات يعني إيقاف المباراة وبالتالي امتصاص حماس لاعبي منتخبنا الوطني. الكرة الآن في الأمام مقطوعة من طارق خطاب. أنس بن ياسين بالرأس
ايضا مقطوعه من لاعب منتخب نيبال احمد سمير، كره عند اللاعب ياسين بخيت ولكن مقطوعه من جديد قبل دينيش، تمريره خاطئه الى ياسين اقرب للمدافع النيبالي دينيش ادميري، مره ثالثه يعني ثلاث تمريرات ما وصلا الى ياسين البخيت، خطأ لمصلحة محمد الدميري، خطأ لمصلحة محمد الدميري. كان في مباراة منتخبنا الأولى اللي كانت في 23/7/2011 اللي كما ذكرت اللي سجلت أكبر انتصار لمنتخبنا الوطني عندما زار الشباك النيبالية 9 مرات، وقتها يعني سجلنا سجلنا في الدقيقة 20 والدقيقة السابعة أيضا سجلنا في تلك المباراة والدقيقة 20 وأيضا في الدقيقة 37 المباراة اللي كانت في تصفية كأس العالم ما قبل الماضي إلى سعيد مرجان، هجم الى مصلحة منتخبنا الوطني، معاد الخلف العرسان الى احمد سمير، احمد الكرة العرضية الى ولكن طالت على سعيد مرجان وبالتالي تذهب الى ركلة مرمى. هذه العرضية من قبل احمد سمير، يعني لو كان متراجع بعض الشيء سعيد مرجان لتمكن من السيطرة على هذه الكرة. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة منتخب نيبال. 30 دقيقة مرت، نصف ساعة من أحداث الشوط الأول، التعادل السلبي. مقطوعة برأس دميري إلى رمية التماس. رمية التماس لمصلحة منتخب نيبال. كرة من الجهة اليمنى الآن، منتخب نيبال في الهجوم ولكن مقطوعة من منتخبنا الوطني تعود مرة ثانية. الآن طارق خطاب، يمكن على أتابع يمكن حوار بين سمو الأمير علي وبعض من جماهير منتخبنا الوطني. كرة عند العرسان ولكن أيضا مقطوعة الكرة أمامية أقرب إلى طارق خطاب. طارق إلى أنس بن ياسين، أنس محمد الدميري، محمد إلى ياسين البخيت، ياسين البخيت، تكتل كبير في دفاعات المنتخب النيبالي. بهاء تقييم مسار اللعب باتجاه الجهة اليمنى إلى فراس شلباية، فراس يعكس الكرة ولكن أيضا مقطوعة، تمريرة بالأمام أقرب إلى أنس بن ياسين، استقبال لأنس. أنس بن ياسين معادل الخلف عند عامر شفيع، منتخبنا يعجز لغاية الآن، يعجز عن التسجيل ويعجز عن تشكيل الخطورة المتوقعة، يعني كأنه بعض المحاولات خطرة ولكن توقعنا مع يعني وصولنا الدقيقة الثانية والثلاثين أن يكون يعني الخطورة أكثر. شاهد الحوار بين سمو الأمير علي وأيضا بعض أفراد جمهورنا الطيب الوفي اللي حرص على القدوم وتقديم المساندة لمنتخبنا الوطني رغم مرارة يعني الخيبة من التعادل في المباراة الماضية مع المنتخب الكويتي. الآن أحمد العرسان، يتقدم أحمد، يلا يا أحمد اعكس الكرة يا أحمد، أحمد العرسان وبالغ في المراوغة أحمد العرسان وبالتالي كرة مقطوعة إلى رمي تماس لمصلحة منتخبنا الوطني. فراس شلباية بالتنفيذ إلى أحمد العرسان، فراس إلى العرسان من جديد، أحمد العرسان يبحث عن المساحة للتمرير الآن إلى الدميري، محمد الدميري، الكرة العرضية هناك تكتل كبير، يعني الكرات العرضية في مجملها لم تشكل خطورة على مرمى منتخب نيبال. سعيد كما ذكرت تنظيم دفاعي جيد لغاية الآن لمنتخب نيبال. فراس شلباية الكرة العرضية إلى بهاء فيصل، تعود إلى أحمد سمير مرة ثانية، كيران يسيطر على الكرة، كيران
كيران يسيطر على الكرة، يقفز أعلى من بهاء فيصل ويسيطر على الكرة. هذه الإعادة من فراس شلباية، شاهد لغاية الآن ولا كرة عرضية سببت خطورة على مرمى المنتخب النيبالي. أخطر فرصة كانت محاولة سعيد مرجان، تسديدة ولكن تصدى لها كيران. ما عدا ذلك يعني محاولات لم ترتقي إلى ما كنا نتمنى ونطلب. الآن إلى ياسين البخيت، ياسين البخيت، ياسين اللاعب السريع. الآن الكرة العرضية سعيد مرجان، فرصة ولكن أيضا مقطوعة، أيضا مقطوعة، مقطوعة من أنانتا. أنانتا يبعدها قبل وصولها إلى اللاعب بها فيصل. كانت تمريرة رأسية من سعيد مرجان ولكن أنانتا منع وصولها إلى بها فيصل. معادل الخلف إلى كيران، ضغط أكثر يا شباب، ضغط أكثر على اللاعب المستحوذ على الكرة. كرة الآن إلى أنس بن ياسين، أنس مقطوع الكرة الآن، وهناك طارق خطاب. طارق خطاب يبعد الخطر، تسلل ثاني على منتخبنا الوطني، تسلل على اللاعب أحمد العرسان، ركلة حرة غير مباشرة. هذا هو المدير الفني السويدي يوهان كالين. يوهان كالين يعني تعين من مطلع العام حقيقة مع المنتخب النيبالي من 17-1 تحت قيادته، 7 مباريات فوز وتعادلين وأربع خسائر. نسبة الفوز عنده 14.29%. بالمناسبة أول مباراة كانت لهذا المدرب يعني كانت مع المنتخب الكويتي ودية وانتهت بالتعادل أهداف. بهاء فيصل خطف الكرة ولكن ذهبت إلى ركلة مرمى، ذهبت إلى ركلة مرمى. 35 دقيقة والتعادل السلبي. هذه الإعادة، الحارس كيران وبهاء فيصل استدام الكرة فيه والذهاب إلى ركلة مرمى. الآن سعيد مرجع ولكن مقطوع الكرة. أنجان إلى اللاعب سجال، الآن فرصة منتخب نيبال، تسديدة وعامر شفيع، أول تسديدة منتخب نيبال عن طريق اللاعب باسوان. الآن كرة عند اللاعب ياسين البخيت، ياسين البخيت، ياسين إلى أحمد سمير، قصيرة مسعد مرجان، أحمد سمير وبجانبه ياسين البخيت، إلى ياسين يعكس كرة ولكن أيضا مقطوعة. هناك إصابة، أيضا إصابة جديدة للاعب منتخب نيبال كما ذكرت، يتفنن الآن لاعب منتخب نيبال بإضاعة الوقت. هذه الفرصة الخطيرة لمنتخب نيبال، تسديدة بالقدم اليسرى وأول تسديدة على المرمى تصدى لها عامر شفيع. محاولة اللاعب سانتوش، قتال عاجز لغاية الآن عن إيجاد الحلول الهجومية لمنتخبنا الوطني. لغاية الآن منتخبنا في عقد واضح، كما ذكرت آخر مباراتين لم نسجل ولغاية الآن لم نسجل. استئناف الآن المباراة بعد خروج اللاعب النيبالي لاستكمال العلاج خارج الميدان. مباراة مع منتخب الوطني كانت وبالتالي ستبقى مع منتخبنا. ياسين البخيت، كرة عند اللاعب فراس شلباية، فراس إلى بهاء عبد الرحمن، تمريرات ولكن كما ذكرت ضغط يعني لمنتخبنا ليس كما يجب، ليس كما يجب. أحمد العرسان، هل سيسدد؟ أحمد العرسان تسديده ولكن كيران يظهر من جديد، تسديده قوية من قبل أحمد العرسان، تجد كيران، يا
يجب ان نسدد مثل هذه الكرات كما ذكرت النوع من الخيارات الهجوميه. نواجه تكتل دفاعي كبير لمنتخب نيبال. تسديد بعيد احدى الحلول لمواجهه هذا التكتل. معاده بالراس الى عبد الرحمن الى عامر شفيع. عامر شفيع الى طارق خطاب. طارق يتقدم يمرر الى فراس شلبايا. فراس يعني مطالبات يمكن نقاد انه يكون يوم احمد سمير حاضر، سعيد المرجان حاضر، ولكن لغايه الان منتخبنا يعجز عن تهديد كبير للمنتخب الليبي. فراس شلبايا الى بهاء عبد الرحمن. بهاء فراس من جديد. بهاء الى ياسين البخيت. الى بهاء من جديد. يحضر كثيرا منتخبنا الوطني. يحضر كثيرا منتخبنا الوطني الهجمه. يبحث يدور الكره يمينا يسارا بحثا عن ثغره داخل الدفاع النيبالي. ولكن لغايه الان لا يجد. احمد سمير. احمد الى سعيد. احمد سمير الى سعيد من جديد ولكنها مقطوعه. مقطوعه. احمد العرسان. احمد العرسان الى سعيد. سعيد الى ياسين. ياسين البخيت بجواره فراس الباي. الان كره عرضيه ولكن مقطوعه. معظم الكرات العرضيه تجد في طريقها رؤوس المدافعين النيباليين. بالكعب حلوه من فراس الى ياسين البخيت. ايضا كره مقطوعه. ايضا كره مقطوعه. الى بهاء. العرسان الى دميري. يلا يا دميري. يعكس كره ولكن كيران. كيران موجود. كيران يقف سد منيع وجه هجمات منتخب الوطن. الان كيران يدعي الاصابه. كيران يدعي الاصابه وبالتالي توقف جديد لاحداث المباراه في الدقيقه الاربعين. كيران هو من يدعي الاصابه هذه المره. شاهد مره ثانيه التمريره كانت من دميري على مكان وقوف كيران. التعادل دون اهداف. بالمناسبه المنتخب النيبالي واجه العديد من المنتخبات العربيه اكثرها كان المنتخب العماني. 11 مباراه ضد المنتخب العماني. بالمجمل 45 مباراة. هذه المباراة رقم 46 لنيبال ضد منتخبات عربية. خسرت 40 مباراة. 40 مباراة من أصل 45 مباراة خسرتها نيبال. لم تحقق أي انتصار على أي منتخب عربي. يعني 40 خسارة وخمس تعادلات، منها تعادل المنتخب الوطني كما ذكرنا في لقاء إياب تصفيات المؤهلة إلى مونديال البرازيل. أكثر منتخب لاقته كما ذكرنا منتخب عمان 11 مرة وفيها 11 خسارة. ثم المنتخب الكويتي 6 مرات أو 7 مرات منها 6 خسائر. وتعادل ودي كما ذكرنا أول لقاء تحت قيادة المدير الفني السويدي اللي تعين مطلع العام الحالي على رأس الإدارة الفنية لمنتخب نيبال. الآن رمي التماس التنفيذ عن طريق اللاعب دينيش. دينيش كرة أمامية أقرب للميري ولكن مقطوعة من أنس بن ياسين. معادة إلى الحارس عامر شفيع. فقط اختبار واحد على الحارس عامر شفيع. بينما كيران يمكن يعني 3 اختبارات يمكن نعتبرها. أنس إلى طارق. طارق خطاب كرة داخل على المنطقة إلى بهاء فيصل. هناك كيران. كيران نجم الشوط الأول. كيران تصدى لهذه التمريرة قبل وصولها إلى رأس بهاء فيصل. شاهد مرة ثانية. الآن سجان. يعني لقطة لا تحتاج إلى تعليق. خيبة الأمل وعدم الرضا على أداء منتخبنا الوطني واضح على وجوه مشجعينا. حتى الآن المدرجات صامتة. لم نتوقع أن نصل إلى يعني نهاية الشوط الأول، قرب انتهاء الشوط الأول، والتعادل السلبي هو المسيطر. الآن إلى ياسين البخيت. ياسين ولكن أيضا مقطوعة. أعتقد الكرة خرجت يا حكم.
رامي تمس. شاهد الصغار الكبار حاضرين خلف منتخبنا الوطني. إعادة تنفيذ رمي التماس، كان هناك كرة ثانية داخل الملعب، فبالتالي إعادة تنفيذ رمي التماس في رأس شباية بالتنفيذ أمام ياسين البخيل وأيضا أحمد سمير إلى أحمد سمير، في رأس معادة إلى ياسين البخيل، أحمد سمير إلى طارق خطاب إلى العرسان، استقبال العرسان، مساندة من محمد الدميري، العرسان سدد يا بهاء. بهاء يسدد ولكنه ضعيف، لكنه ضعيف هذه المحاولة. بهاء عبد الرحمن سهلة عند كيران، نقترب من آخر دقيقة من أحداث الوقت الأصلي للشوط الأول. أمامية الكرة أقرب إلى عامر شفيع، من الحارس إلى الحارس، نتذكر هدف عامر شفيع للمرمى الهندي في مباراة ودية، واحد من الأهداف الطريفة اللي سجلها حارس مرمانا عامر شفيع. الآن كرة عند محمد الدميري، كرة بالأمام إلى أحمد سمير بالرأس إلى سعيد مرجان، ولكن أيضا مقطوعة الكرة. سهلي عند كيران، ما زال منتخبنا الوطني خارج التغطية حقيقة، ما زالت الروح غائبة عن منتخبنا الوطني، ليس هذا منتخب النشامة للأمانة يعني. أحمد العرسان مع مساندة من الدميري، العرسان يبحث عن مساحة للتسديد، العرسان، ولكن كيران، أيضا كيران، 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، وقت يعني منطقي نوعا ما لتعدد الإصابات لدى لاعبي منتخب نيبال. انتهى الوقت الأصلي للشوط الأول ومنتخبنا لم ينجح في زيارة الشباك النيبالية. كرة طويلة بالأمام، هذه المحاولة بالإعادة البطيئة، العرسان سدد ولكن يعني على مكان وقوف كيران اللي قدم مباراة كبيرة لغاية الآن. الدميري إلى العرسان، أحمد العرسان الكرة العرضية وأيضا مقطوعة تصل إلى فراس شلباية، فراس إلى بهاء عبد الرحمن، العرسان، أحمد العرسان، يلا يا أحمد سدد يا أحمد، يمرر ولكن أيضا مقطوعة. عجز واضح للاعبي منتخبنا الوطني بتشكيل الخطورة المطلوبة على المرمى النيبالي. أحمد سمير، العرضية تحضر من جديد، كرة والإبعاد يأتي من المدافع، العرسان مرة ثانية، أيضا أنانتا، ضغط الآن مكثف في منتخبنا الوطني مع استبسال لدفاعي مدافعي نيبال. الكرة العرضية وكيران، أيضا كيران، كرات العرضية إما لكيران وإما للمدافعين. هذه الإعادة من جديد للكرة من أحمد سمير، والإبعاد من اللاعب أنانتا، وأيضا إبعاد كان من اللاعب دينيش. كرة إلى خارج الميدان تذهب إلى رمي تماس لمصلحة منتخبنا الوطني، رمي التماس إلى أنس بن ياسين، أنس إلى فراس شلباية، فراس كرة إلى سعيد مرجان بالرأس ولكن خاطئة، وكان مدافع في اللقطة الماضية لاعب سعيد مرجان. أيضا هذه لمصلحة المنتخب النيبالي، إلى سجال عكس الكرة من الجهة اليمنى، الآن الهجوم لمنتخب نيبال، مقطوعة من سعيد مرجان، سعيد مع خطأ لمصلحة منتخبنا الوطني، ركلة حرة مباشرة، هذه الإعادة من جديد، الخطأ لسعيد مرجان، أنس بن ياسين عند محمد الدميري إلى أحمد العرسان، أحمد سمير،
أيضا محمد الدميري، محمد العرضية أيضا كالمعتاد. لا هذه المرة مش لكيران ولا المدافعين، هذه المرة خارج الميدان. أسلوب عقيم حقيقة لفيتال في الشوط الأول. ليس هذا منتخب النشامة للأمانة، أتحدث أنه هذا ليس بمنتخب النشامة، ولا أعرف إذا استمر الحال كيف سيكون حالنا مع السرايدة الشهر القادم. على كل حال الآن أعزائي، نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبي مخيب وأداء مخيب لمنتخبنا الوطني في مباراته ضد منتخب نيبال في الجولة الثالث لقاء منتخب الوطني في تصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا. الآن الكلمة تعود إلى الزميل العزيز ليث سعود وتحليل ما جرى وتوقعات ما سيجري في الشوط الثاني. إليك الكلمة ليث. نعم شكرا بسام المجالي. إذا شوط أول وأداء هزيل للمنتخب الوطني وتعادل سلبي الأداء والنتيجة. نعود ونرحب بضيوف القناة الرياضية ونرحب أيضا بالكابتن والمحاضر الآسيوي الكابتن وليد الفطافطة اللي انضم لنا بين شوطي هذه المباراة، وأيضا نعود ونرحب بالكابتن ديان صالح. نبدأ من عندك كابتن وليد، لا أداء لا فردي ولا جماعي وتعادل سلبي وأداء مخيب للآمل. يعني حقيقة بدنا نحكي كرة قدم، نحكي فنيا، يعني منتخبنا بلا لون ولا طعم ولا رائحة. يعني منتخبنا بصراحة أنا بقول يمكن لما نظرنا للتشكيل قلنا وأخيرا فيتال احتدى للتشكيل، لكن لم يحتدي إلى التكتيك. أنت ممكن تجيب أفضل 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 10 لاعبين في العالم، لكن مين بده يديرهم؟ مين بده يدورهم في الملعب؟ وين الحلول الهجومية؟ وين الحلول التكتيكية الهجومية؟ وين الأفكار الهجومية؟ وين الكرات العرضية؟ وين التصويب؟ وين 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 وين؟ يعني 100 سؤال و100 سؤال وسؤال. أنت تلعب أمام منتخب نيبال، المنتخب المتواضع، المنتخب اللي في مباراتين موني مرمى ب 12 هدف. احنا اخر مباراه مع منتخب نيبال بال 2011 فايزين عليه 9-0، وكان في هذيك المباراه كان ممكن نفوز 18. احنا في مباراه كامله ما وصلناش مرمى المنتخب النيبالي. يعني انا مش شايف يعني اولا بالجانب الفني للجهاز التدريبي مش شايف اي شيء في كره القدم، مش شايف اي شيء في اي حلول الفنيه. وايضا من جانب اللاعبين مش شايف اي روح، الروح مفقوده، الحماس مفقود. وين روح النشامه؟ وين حماس النشامه؟ وين فكر النشامه؟ الفريق بيلعب ببطء شديد، الفريق بيحاول يلعب بحلول فرديه، حتى الحلول الفرديه فقدناها، حتى بوجود عدم وجود موسى التعمر واعتمادا على ياسين البخيت والعرسان ايضا مش موجودين، بهاء فيصل مش شايفينه. بصراحه مش شايف ولا شيء لمنتخبنا. يعني بصراحه منتخبنا قاعد بوصل لمرحله يعني أسوأ مرحله بتمر في 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 كره القدم الاردنيه، هاي المرحله اللي احنا بنعيشها الان مع منتخب نيبال. يعني كنا يفترض انه اليوم نصالح الجماهير، يفترض انه اليوم يكون عدد كبير من الاهداف. يعني نفكر بس نفوز، هذا الفوز يعني اي 11 لاعب مفروض وتجمعهم مع منتخب نيبال بفوزوا. منتخب نيبال جاي سياحه، منتخب نيبال يعني اذا بدك ترجع لتاريخ كره القدم عمره ما فاز ولا مباراه في حياته فاز في مباراه كره قدم في كل البطولات الاسيويه اللي شارك فيها. يعني فريق بيجي من اجل المشاركه، من اجل السياحه، مش من اجل كره قدم. يعني انا مش شايف اي حلول هجوميه، مش شايف اي نزعه هجوميه، مش شايف اي فكر هجومي. احنا لو نلعب 11 لو نلعب ب 11 مهاجم ما فيش اي حل هجومي بصراحه. مش عارف اكثر من هيك شو احكي، لانه ما شاهدته في 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 الشوط الاول مش قادر اتحدث شيء كثير، لاني مرن 48 دقيقه بدون اي فرصه حقيقيه. يمكن تصويب كم من تصويب خجول على المرمى، يمكن هم كمان في الدقيقه 35 او صوبوا علينا مرمى وصلونا مره واحده، يمكن احنا وصلناهم ثلاث مرات بتصويبات خجوله، لكن الفرص الحقيقيه مش موجوده. في النهايه انا بقول لك هذا مش منتخبنا. اذا هذا هو منتخبنا فالوضع مش طبيعي جدا. الان يعني بصراحه الجهاز التدريبي وفيتالي وصلنا لمرحله انه السكوت ابلغ من الكلام. كابتن ديان، قبل بداية هذه المواجهة تحدث بأن العناصر اللي اختارها فيتال لهذه المواجهة هي الأنسب، وتوقعنا أن نشاهد المنتخب بنهج هجومي. ممكن شاهدنا التنويع في الألعاب، شاهدنا بعض الأوقات على الأطراف، شاهدنا اختراق من العمق، شاهدنا المحاولات تسديد من بعيد. ماذا حدث مع المنتخب الوطني في الشوط الأول ولماذا ظهر بهذا الأداء؟
الغياب شهية التسجيل عند لاعبي المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اجاوبك على سؤالك لابد انه ثلاث عناوين رئيسيه في الشوط الاول. شخصيه مش هي شخصيه المنتخب الاردني. الجراه مقابلها الخوف. منتخب جراه مقابلها الخوف. يعني منتخب والخوف بينعكس من الخوف من ايش؟ من اي نتيجه، من الهجمه المرتده. اذا انت ما في عندك جراه هجوميه بتكتيك مناسب في هيك مباريات، هاي مشكلة وطامة كبيرة جدا في التكتيك. حكينا المنتخب اليوم لازم يضغط ضغط عالي، لازم حارس المرمى يضغطه ضمن قراءة لمنتخب نيبال مع أستراليا ومع الكويت، وخاصة نعم. في آخر لقاء نيبال جينا منهك من مباراة أستراليا بأستراليا، فبالتالي بدنيا منتخب يعني راح يكون أقل منا بكثير وتعبان بكثير، واستشفاء عنده راح يكون أكثر منا، احنا بعمان. فبالتالي التنظيم، في شيء اسمه تنظيم دفاعي، وفي عندك التمركز اثناء الناحيه الهجوميه والانتشار، هذا بصراحه مش موجود بشكل نسبته بمنتخبنا بصراحه 20%، اللي هو حكينا انه انتشار يعني 4-1-4-1 سعيد برجان واحمد سمير تحت المهاجم اللي هو بهاء فيصل، قلنا راح تتحول طريقه بالناحيه الهجوميه 2-1-3-4 اللي هو بهاء عبد الرحمن يكون قدام قلبين الدفاع، يفتح بالظهيرين الدميري وشلباية، يضم البخيت والعرسان حتى انه يسترجعوا الكره الثانيه ويفتحوا المجال لعكس الكرات العرضيه، وخاصه الجهه اليسار اللي هي اللي اضعف جهه بالمنتخب النيبالي. احنا شفنا اليوم منتخب يلعب بعيد المسافه ما بين، حتى مع وجود احمد سمير وما بلوم احيانا اللاعبين لانه بصراحه مش متعودين على الناحيه الهجوميه. انت مشكلة كبيرة لما بدك تخلق الناحية الهجومية في مباراة واحدة والفريق بيلعب بنمط واحد في كل اللقاءات السابقة اللي بيعتمد على الهجمة المرتدة. اليوم منتخبنا غاب كثير، غابت عنهم النواحي الهجومية، فما وجدوها في مباراة ضعيفة بحجم اللي هي نيبال. لما نحكي انت تصويبات صوب المنتخب، انا شايف احمد العرسان هو اللي بيصوب مرة مرتين ثلاث، بيعمل بعكس رجله لجوا وبصوب. وين التصويب من باقي اللاعبين؟ طب احمد سمير بصوبش؟ طب سعيد مرجان بصوبش؟ محاولة خجول من بهاء فيصل، بهاء فيصل وين حتى عندي عكس الكرات، حتى عكس الكرات العرضية سيء جدا. يعني احنا منتخبنا بوصل بداية الثلث الهجومي بنشوف كرة طويلة عكسية بتروح يا مع الكورنر يا ما بطلعها الدفاع النيبالي. أنت ليش تتسرع كلاعبين؟ ليش التعليمات إنه يلعب كرة طويلة بنسميه الأوفر مبكر؟ ليش هذا يكون موجود في منتخبنا الوطني؟ العب يا أخي، أنا شفت حالي اللي بدقيقة 38 و40 ثانية، يعني ها هدي منتخبنا. يعني هدي منتخبنا صار ها يعني يلعب كرة يدور كرة يروح على الأطراف، يعني هذا العمل لازم بداية اللقاء كان، يعني أنا شفت الانتهاء هي الدقيقة بنشوف كيف إنه اللعبة راحت على عند العرسان. يعني نشوف كيف خليها تمشي، صار في لعب شوي ها استحواذ. هذا العمل اخي ليد لازم من بدايه اللقاء ما نسمح له يكون تمركزنا ايجابي بشكل جيد. يعني هون انا بقول لك بنهايه اللقاء يبدو انه اللاعبين يعني فهموا او تراجعوا المنتخب النيبالي، شفت انه هون في عمل الاساس انه هيك احنا حاطين منتخب نيبال بهاي الزاويه بالثلث الاخير ملعبهم، ونلعب وندور كره ونمشي على الاطراف. يعني هاي بالكره شفتها ارتعبت مره على الطرف اليمين ومره على الطرف اليسار، وكانت صحيح ما كان في فرص، بس بتشعر منتخب نيبال انه اليوم الامور صعبه. هذا اللعب التعاوني شفنا كيف ردت رجعت هون لمنتخبنا، هذا اللي بدنا اياه احنا. يعني هذا تاخر منتخبنا لما وصل لهي الناحيه، هذا اللي بدي اياه انا بقول لك، اللي هاي ها رد كون في الكره معنا، استحواذ، ثقه بالتناقل الكرات، هذا الحاله الايجابيه بس شفتها في منتخبنا الوطني. حتى الاوفر قلت لك دائما عكس الكرات بيكون هون فات دخل فراس رد رجع لعب له هون، بس مشكلتنا احيانا زي ما حكيت لك انه عكس الكرات سيء جدا. هاي الناحيه الايجابيه الصغيره اللي هي لازم بدايه اللقاء احنا منتخبنا نهج هذا الاسلوب، تدوير الكره، الهجم الكره الثانيه تكون لنا، اللعب على الاطراف بشكل جيد، التمركز دائما لما قلنا سعيد مرجان وبهاء فيصل، طب نعكس كرة عرضية مع انه الكرات العرضية كانت سيئة من الطرفين بصراحة، يعني ما في عندنا التكنيك جيد في عكس الكرات العرضية، كمان بهاء فيصل غاب بشكل كبير، يعني ما في لاعب بحضر، ما في تسديد، بصراحة أنا شفت المنتخب بنهاية اللقاء شفنا شويها، ولكن كمجمل لقاء منتخب عنده خوف، يبدو انه الجهاز الفني دائما الخوف بينتقل للاعبين، بخافوا من النتيجة، يبدو انه الثقة شوي
عند اللاعبين اهتزت، ولكن بالنهايه زي ما تفضل كابتن وليد انا بقول لك مش منتخب نيبال نخاف منه. كابتن لو منتخب نيبال والله كابتن لو بتمر في اصعب الظروف اللي معروفه في عالم كره القدم وفي الرياضه اقلها بتخرج فائز بهدف تخرج بحكي لك امام منتخب محترم له، لكن بنتكلم كره قدم مباراه اليوم بالكثير مش للفوز. مباراه اليوم اليوم وراك حتى تعادل الكفه بالاهداف حتى تمشي مع الفرق الاخرى، حتى اذا كان في ثاني تكون لك فرق وافر من الاهداف اللي يصعبك، خاصه انه يعني استراليا 5 و7 واحنا سبق فزنا عليه 9، وفي فرق عماله بالمجموعات بتفوز 14 و16 عماله بتفوز، ايران فاز 16 البارح بعرفش البحرين او العراق فاز 6-14، فبالتالي هاي اليوم اليوم كان فرصتنا احنا صراحة ننقض على منتخب نيبال. كابتن وليد في هذا الحديث الآن للأسف أصبحنا نبحث عن الفوز، أصبح في خوف كبير، ومن يتعادل مع سنغافورة في مواجهة ودية معرض لأنه يتعادل أمام منتخب نيبال للأسف، يعني المتحدث بهذه الطريقة. لكن الآن الشوط الثاني إذا تحدثنا عن الأسماء الموجودة هي الأفضل هي الأميز من خلال القائمة الموجودة عند فيتال، الشوط الثاني وما هي الحلول للتسجيل؟ اعتبر حالك الآن مدرب موجود مع المنتخب الوطني، شو بتعمل؟ شو التغيير اللي بده يصير حتى أنه منتخبنا يظهر بفاعلية أكثر، يكون استحواذه إيجابي، ونشاهد صناعة فرص حقيقية وتسجيل الأهداف؟ أول شيء عودة شخصية المنتخب، عودة الروح القتالية للاعبين. الآن الروح والشخصية كابتن هاي بدها عمل من أشهر. يا سيدي وأنا إذا بدي أقيس لك الشوط الأول أنا ما شفتش شيء. يعني ما الكابتن ديان يمكن حاول يعني نموذج لا حكينا دقيقتين لازم بلش مش تجميل. انا والله ما شايف شيء. لا لا هي كابتن يعني وليد بعد تسمح ثواني بس مش تجميل بقول لك يعني حتى ما كان في فرص اقلها انه وين نحط منتخب نيبال هذا القصد تبعي. بالوضع الطبيعي منتخب الاردني انا بفهم مفروض نطلع الان النتيجه 4-5-0 هذا هو المنتخب الاردني هذا النشام اللي عودونا عليه وهذا الوضع الطبيعي. احنا بنلعب امام في النهايه بنلعب امام منتخب نيبال، التاريخ مش راح يرحمنا، الأردن يبقى الأردن، نشامة يبقى النشامة، لكن منتخب نيبال مع احترامي له منتخب ضعيف الشخصية، منتخب بلا شيء. فأنت بدك تقول لي إذا الشخصية بدها تكون موجودة والروح القتالية بدها تكون موجودة والفكر بدوش يكون موجود والتكتيك بدوش يكون موجود والجهاز التدريب بده يكون ما بده يكون موجود، أنا بقول لك نزل موسى التعمري، اسحب بهاء عبد الرحمن لانه احنا مش محتاجين اصلا لاعب ارتكاز لانه لو يقعدوا كمان سنتين مش راح يجيبوا فينا هدف، فبالتالي زج في موسى التعمري خلف المهاجم. محاولتين هي كره قدم ما فيها مستحيل يا سيدي ماشي، زج موسى التعمري خلف بهاء عبد لا انا بقيس لك شو المنتخب النيبالي وشو تاريخه. منتخب النيبالي في مباراتين 12 هدف، منتخب النيبالي بلا تاريخ الان في هذه المواجهه اختلف حاله. تمام الان احنا بدنا نعتمد على الـ على الـ على الـ على, الـ على الحلول الفرديه، بدنا نعتمد على موسى التعمر ينزل الشوط الثاني، بهاء عبد الرحمن يمكن مش محتاجينه في مباراه زي هاي كقائد ميداني لانه سعيد واحمد سمير بيقوموا في هاي المهمه لانه احنا مش متعرضين لاي ضغط اصلا، هم بيلعبوا في تكاتف دفاعي في ارضهم وبنتظروا يجي في مرماهم هدف حتى يفتحوا ويصير عدد من الاهداف. طالما احنا بنلعب بهذا البطء، طالما احنا بنلعب بدون اي حلول هجوميه، طالما احنا بنلعب ما عندناش اي شخصيه للفريق، زج في موسى التعمري لعل وعسى باساليبه الفرديه بقدراته الفرديه بالمحاوره يستطيع انه يسجل لك وينهي لك المباراه، لكن ما بعد مباراه نيبال، اليوم راح نفوز حتى لو منتخب نيبال سجل في مرماه حتى لو منتخب نيبال سجل في مرماه راح نفوز اليوم، انا بقول لك في كره قدم اليوم ان شاء الله راح نفوز، لكن ما بعد المباراه يجب ان يكون في هناك وقفه كبيره في الجهاز التدريبي وبانه نوصل ان شاء الله لمنتخب استراليا بجلد جديد في شخصيه جديده بمنتخب جديد، عود النشامه كما عهدناهم وكما عودونا بانهم قادرين يفوزوا على استراليا كما فازوا في المباريات السابقه، انا بقول لك انه احنا قادرين في اي وقت ان ننتفض لكن احنا نحتاج تغيير للجهاز التدريبي حتى لو فزنا اليوم. هذا الحديث راح نتحدث فيه بشكل موسع وبالتفصيل اكثر بعد نهايه هذه المواجهه، ان شاء الله يكون منتخبنا هو الفائز فيها. إن شاء الله. كابتن ديان الشوط الثاني وتحدثت كثيرا وكثيرا قبل بدايه هذه المواجهه، يعني جزء بحديثك تعبت اكثر من اللاعبين على الحكي اللي انحكى قبل المباراه. يعني بنطلع عندنا بجولين ثلاثه الحكي الحكي انا كابتن ديان الشوطين يعني. وانا دائما واقعي بكلامي، حكيت الشخصيه والجرأه والخوف ثلاث نقاط مهمه جدا. تحدثنا لأن نتحدث عن الشوط الثاني، رأيك ما هو الأنسب ما هو الأفضل؟ دقيقة واحدة بس لا. لازم بلش فيها من بداية اللقاء، لكن أنا برأيي الشخصي أكيد كمان أنا اللي حكاه الكابتن وليد أكيد تبديلات موسى التعمير لكن يكون موجود يمكن خيار زي هيك، وفي خيار آخر كمان إنه بسحب الدميري مثلا بلعب موسى التعمري كطرف
مكان الظهير واجيب العرسان على قدام موسى التعمري، وبجيب موسى عفوا قدام ياسين البخيت، موسى التعمري بلعبوا على اليمين، هيك بكسب انا كمان بهاجم من جهه لانه فيش خطوره زي ما قال الكابتن، ما في خطوره نهائيا، فبكسب الاثنين يعني انضم العرسان لجوا، بيعطي مساحه اكبر لياسين البخيت يتقدم للامام الى لقدام شوي. بنروح نتشاهد مجريات الشوط الثاني لنا حديث من تسجيل المقاطعه، نتابع مجريات الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، والكلمه للزميل بسام المجلي. شكرا ليث سعود، ايضا كل الشكر لديان صالح ووليد فطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين متابعينا عبر قناه الاردن الرياضيه، اسعد الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم الى انطلاقه احداث الشوط الثاني من مواجهه منتخبنا الوطني مع منتخب نيبال في ثالث مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجه المؤهله الى كاس العالم قطر 2022 ونهائيات اسيا 2023. المباراة المقامة على استاد عمان الدولي، وانتهى فيها الشوط الأول بالتعادل السلبي. تخيلوا منتخبنا يلتقي مع منتخب نيبال وينتهي شوط كامل دون أن يسجل في مرمى منتخب نيبال، وبالتالي لغاية الآن منتخبنا مباراتين ونصف لم يسجل أهداف. تخيلوا الدقائق الكثيرة لمنتخب وطني لم يسجل، وها أنت تسديده من سعيد مرجان، وبالتالي خيبة أمل كبيرة ما زالت ترافق منتخبنا الوطني. نذكر سريعا بالتشكيلة، منتخبنا ما في أي تغيير، عامر شفيع، محمد الدميري، أنس بن ياسين، طارق خطاب، فراس شلباية، أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن، ياسين البخيت، سعيد مرجان، أحمد العرسان، وبهاء فيصل، وأيضا نبال ما في أي تغيير على التشكيلة اللي كانت حاضرة بالشوط الأول. كيران، دينيش، أنانتا، أريال، بيمال، أنجان، سجال، سانتوش، كامانج، باسوان، ورويد. شوط أول مخيب، شوط أول بعيد كل البعد عن الأداء المنتظر والمتوقع للمنتخب الوطني في هذه المباراة. شكل بعض الخطورة، ولكن في مجمل دقائقه كان هناك يعني محاولات عقيمة، عجز واضح عن تشكيل الخطورة على مرمى المنتخب النيبالي. بانتظار إن شاء الله نشاهد صحوة لمنتخب الوطني في الشوط الثاني من هذه المباراة. قبل هذه المباراة منتخبنا بأربع نقاط، الفوز على الصين تايبي والتعادل مع الكويت ونيبال برصيد ثلاث نقاط. منتخبنا المرتبة الثالثة بفارق الأهداف متأخر عن منتخب الكويت اللي يمتلك أيضا أربع نقاط، بينما أستراليا بعد فوزها اليوم على الصين تايبي 7-1 في المقدمة وحيدة بعلامة كاملة برصيد 9 نقاط لغاية الآن. بالمناسبة منتخب نيبال يعني التقى مع 9 منتخبات عربية في مختلف المناسبات من ضمنها منتخب الوطني، يعني استقبلت شباكه ب 45 مباراة مع منتخبات عربية 131 هدف. تخيلوا منتخب النيبالي اللي يعني احترام ولكن يحتل مرتبة 161 على صعيد العالم، استقبلت شباكه في اللقاءات 45 مع منتخبات عربية مختلفة من ضمنها منتخب الوطني ب 131 مرة، وسجل فقط 9 أهداف في 45 مباراة ضد المنتخبات العربية التسعة اللي التقى معها في عدة مناسبات رسمية كانت أو كانت ود. الآن ركلة حرة، بهاء عبد الرحمن بالتنفيذ داخل المنطقة، ولكن أيضا كرة مقطوعة كالمعتاد، يعني الدفاعات النيبالية تقف سدا من يعني هجمة الآن مرتدة لمنتخب نيبال، وعودة لأحمد العرسان بالدور الدفاعي، يخطف الكرة من أمام اللاعب بيما العرسان بسرعته نجح بالعودة ومنع تقدم اللاعب النيبالي صوب مرمى عامر شفيع. كالمعتاد هناك إصابة للاعب نيبالي في الشوط الأول، يعني تفنى لاعب منتخب نيبال كما ذكرت بادعاء الإصابة، هذا هو اللاعب أنانتا، يعني كان هناك يمكن 4 توقفات في الشوط الأول، تعليمات يمكن المدير الفني السويدي بقتل الوقت بأي صورة، وبالتالي توقف جديد لهذه المباراة. منتخبنا إلى أين؟ أكيد الآن السؤال يعني المطروح
أكيد المباراة لسه ما انتهت في وقت كافي، ولكن لغاية الآن الأداء مخيب ومنتخبنا بلا روح، منتخبنا بلا روح على الإطلاق في هذه المباراة. منتخبنا اللي كما ذكرت أكبر نتيجة سجلها في تاريخه كانت على منتخب لبنان، 9 أهداف دون مقابل. منتخبنا على اليوم يعني على الرغم من تلاقوا أسماء يعني هجومية على مستوى عالي، نتحدث عن بهاء فيصل، عن العرسان، عن ياسين البخيت، عن سعيد مرجان، عن أحمد سمير، يعني خلفهم يعني بهاء فيصل، يعني أسماء قادرة على التسجيل، ولكن لغاية الآن لم نسجل. وهل سنسجل أم لا؟ يعني هذا السؤال أصبح الآن يعني يرد عند المراقبين، عند المتابعين بقلق طبعا. الآن مرتد لمنتخب نيبال، منتخب نيبال لا يكتفي بالدفاع ويعتمد على هجمات مرتدة، في واحدة منها سددها لاعب منتخب نيبال، تصدى لها عامر شفيع في الشوط الأول واللاعب سجان. الآن هجمة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب أحمد العرسان يحافظ على الكرة، يمرر كرة عند ياسين بخيت، ياسين ولكنها ضعيفة من ياسين البخيت، كرة بالكاد وصلت إلى الحارس كيران نجم الشوط الأول. نشاهد المجهود الفرد الكبير لأحمد العرسان، وبالتالي وصلت إلى ياسين، ياسين سدد ولكن بمضايقة من المدافع الدينيش وصلت ضعيف. الآن طويلة لبهاء فيصل، بهاء فيصل يعني لو الكرة وصلت إلى قدمه لا أعتقد سببت خطورة كبيرة، ولكن الكرة ما أتت على قدمه، كان الحارس متقدم أيضا كيران. الآن سعيد مرجان إلى العرسان، ياسين البخيت، يلا ياسين كرة متسرعة من ياسين وبالتالي تخرج خارج الميدان. هذه التمريرة نشاهد يعني بغرابة تصرف معها ياسين، كرة بعيدة عن الدقة، بعيدة عن المرمى وبالتالي إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النيبال. ركلة مرمى، كرة بالأمام مقطوعة من أنس بن ياسين إلى طارق خطاب. منتخبنا بحاجة للتغيير، بحاجة لورقة مثل موسى التعمل. إلى سعيد ولكن بهاء، يلا سعيد مرجان فوق المرمى، سعيد مرجان تهيئة ولا أروع من اللاعب بهاء فيصل. سعيد سدد ولكن التركيز يبدو واضح أنه غائب عن المنتخب. شاهد مرة، شاهد الكعب كانت ممتازة من بهاء فيصل، مثل هذه الكرات أكيد تضرب خط الدفاع، ضربت خط الدفاع ولكن سعيد مرجان التصويبة كانت فوق المرمى. شوط ثاني يعني بداية أفضل نوعا ما لمنتخبنا الوطني، أفضل. إلى ياسين البخيت، طالت على ياسين، يذهب إلى رمي التماس لمصعد منتخبنا الوطني، كرة عند محمد الدميري إلى بهاء عبد الرحمن. بهاء أنس بن ياسين، يتقدم أنس ولكن مقطوعة، تعود مرة ثانية إلى أنس، بهاء بالاستقبال إلى محمد الدميري، أيضا مقطوعة من منتخب نيبال، مرة ثانية الدميري إلى الآن أحمد سمير إلى ياسين البخيت إلى محمد الدميري، كرة داخل المنطقة، استقبال لبهاء، دبل كيك من بهاء ولكنها بعيدة، دبل كيك من بهاء فيصل بعيدة عن مرمى المنتخب النيبالي، بعيدة عن مرمى كيرا. هذه الإعادة، الاستقبال من بهاء والدبل كيك مرت بسلام على مرمى كيرا. اليوم من بعض النتائج المسجلة، المنتخب الفلسطيني تعادل مع المنتخب السعودي دون أهداف، منتخب الإمارات اليوم خسر مع تايلاند بهدفين مقابل هدف، سوريا فازت الأقوام برباعية. الآن هجمة ولكن أيضا مقطوعة إلى أحمد سمير،
مباشرة إلى ياسين البخيت عند المساحة لكي يتقدم ويمرر أو يسدد. ياسين البخيت، ياسين، هناك قرار الحكم وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا الوطني بعد إعثار ياسين البخيت داخل منطقة الجزاء. ركلة جزاء ويبدو الفرج قريب، يبدو الفرج قريب. ياسين البخيت تقدم واخترق وتمت عرقلته، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا الوطني. شاهد مرة ثانية، شاهد الاعتار من اللاعب دينيش. اذا دينيش هو من تسبب بركلة جزاء لمصلحة منتخبنا الوطني. التنفيذ هل هو بهاء ام فراس شلباية؟ اللاعبين الاثنين واقفين. من الأقرب للتسديد؟ يبدو فراس شلباية، يبدو فراس شلباية هو من سينفذ ركلة الجزاء لمصلحة منتخبنا الوطني. منتخبنا بفرصة ذهبية للتسجيل. فراس شلباية لاعب متخصص بتنفيذ ضربات الجزاء. فراس شلباية في مواجهة المتألق كيران. فراس وكيران، تقدم لفراس، فراس شلباية والهدف الأول. جول، هدف التقدم عن طريق ركل الجزاء بإمضاء فراس شلباية. فراس شلباية يسجل في الدقيقة 56 هدف التقدم من علامة الجزاء. الحارس على زاوية والكرة في الزاوية المقابلة، ويتقدم الآن منتخبنا بهدف دون مقابل. هدف، والفرحة عند سمو الأمير حسين وسمو الأمير هاشم وسمو علي بن حسين. شاهد ركلة جزاء نموذجية من فراس شلباية. الحارس على زاوية والكرة في الزاوية المقابلة. موسى التعمري سيكون حاضرا بعد لحظات في أول توقف. موسى التعمري سيكون حاضر. الآن هجمة فيها الخطورة، فيها الخطورة، تسديدة وفي الشباك الجانبية. فرصة خطيرة ضاعت، فرصة خطيرة ضاعت، وكاد أن يعدل سريعا منتخب نيبال. سعيد مرجان هو من سيغادر، والدخول لموسى التعمري. موسى التعمري قبل قليل منتخب نيبال. هذه الإعادة عن طريق اللاعب بمال سدد في الشباك الجانبية. يجب يكون حذرين، يجب أيضا نحضر نجمات المرتدة لمنتخب نيبال. أحمد العرسان، كرة عند اللاعب الآن محمد الدمير. الآن الحراب الهجومية تزداد لمنتخبنا الوطني بظلام موسى التعمري مع ياسين البخيت، مع أيضا أحمد العرسان، مع بهاء فيصل. أحمد العرسان هو يلعب الآن خلف المهاجم، يعني عندنا الجناحين موسى التعمري وياسين البخيت، والعرسان خلف المهاجم بهاء فيصل. كرة معادلة للخلف إلى كيران. كيران تمريرة عند اللعب دينيش اللي تسبب بركلة جزاء. دينيش مقطوع الكرة. شاهد الضغط، هذا الضغط اللي بدنا إياه، هذا الضغط اللي بدنا إياه على اللاعب النيبالي. يجب أن نكثف الضغوط أكثر. الكرة خرجت إلى خارج الميدان إلى رمي التماس لمصلحة منتخب نيبال. هدف مقابل لا شيء، بدنا أهداف أكثر. بتال مبسوط مكيف، بس مش عارف على إيش الأمال. انتقاد كبير لبيتال من قبل يعني متابعي كرة القدم الأردنية، جمهور، إعلام، خبراء، مدربين يرون بيتال لا يصلح في هذه المرحلة. الآن موسى التعمري، أول لمسة لموسى، موسى التعمري هتخط، ولكن التمريرة هتتخلف من باع فيصل. خطأ لمصلحة منتخب نيبال. بعد الاختراق أول لمسة لموسى التعمري لعبد المحترف في قبرص نادي أبويل، أفضل لاعب في قبرص الموسم الماضي. ف
الفريق اللي بيشارك في الدوري الأوروبي. المسابقة الثانية أهمية من حيث الأندية في أوروبا بعد مسابقة دوري أبطال أوروبا. خطر مصعد منتخب نيبال. كرة تذهب عند اللاعب دينيش. دينيش طويلة أقرب إلى طارق خطاب. الإبعاد الآن كيف سيكون حال منتخب نيبال بعد ما استقبلت شباكه هدف؟ هل سيعمد الهجوم؟ هل سيتحرر أكثر من الدفاع؟ ويكون عندنا مساحات للاعبين سواء لموسى سواء لياسين بهاء. الآن تمرير خلف المدافعين. حالة التسلل الأولى على منتخب نيبال. حالة التسلل الأولى على منتخب نيبال وركلة حرة غير مباشرة. حالات تسلل ثنتين على منتخبنا وهذه الحالة الأولى على منتخب نيبال. سلامات يبدو عامر شفيع يعاني من الإصابة. سلامات لعامر شفيع. الحكم الطاجيكي سادولو يتقدم للإطمئنان على حالة عامر شفيع. حوت آسيا يتعرض لإصابة إن شاء الله تكون بسيطة. سلامات سلامات لعامر شفيع. تعرض الاختبار صعب قبل قليل ولكن الكرة يعني مرت بالشباك الجانبية في واحدة من أخطر الفرص النيبالية. سلامات لعامر شفيع. إذا النتائج اللي مسجلة لغاية اللي سجلت في تصفيات اليوم. مجموعتنا كما ذكرنا منتخب استراليا الفوز الساحق على أرض منتخب الصين تايبي 7-1. سوريا تغلبت على جوام برباعية نظيفة. لبنان تغلبت على سريلانكا 3-0. كما ذكرت فلسطين تعادل سلبي على أرضها مع المنتخب السعودي. اليابان فوز على طاجكستان بثلاثية. تايلاند على ضيفتها الإمارات 2-1. وأيضا العراق اليوم سجل انتصار ساحق على أرض منتخب كمبوديا برباعية. ولقاء الجارتين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية انتهى بالتعادل السلبي. البحرين تلعب مع إيران في هذه اللحظات وقطر متقدمة على منتخب عمان بهدف دون مقابل. هذه النتائج المسجلة في التصفيات المزدوجة. فيتال في حوار مع بهاء عبد الرحمن وأيضا مع الدميري ومع أحمد سمير. يبدو أن عامر شفيع لن يكون قادر على استكمال المباراة. يزيد أبو ليلى هو الحارس القادم. تبديل اضطراري سيكون لمنتخبنا الوطني في حال عدم قدرة عامر شفيع على استكمال المباراة. يبدو القرار بإشارة قبل قليل أنه استبدال. سلامات سلامات لعامر شفيع. يزيد أبو ليلى هو الحارس الثاني. نعرف هناك يعني إصابة لمعتز ياسين وعندنا إصابة أيضا لأحمد عبد الستار. بالتالي اليوم الحراسة عامر شفيع ويزيد أبو ليلى وأيضا هناك الحارس عبد الله الزعبي. سلامات سلامات لعامر شفيع. إصابة إن شاء الله تكون بسيطة ويعود سريعا إلى الملعب. حارسنا المحترف الدوري السعودي أكيد إحنا بيمس الحاجة بالذات في المباراة القادمة ضد المنتخب الأسترالي. هذا الهدف الوحيد من ركلة الجزاء عن طريق اللاعب فراس شلباية. سلامات لعامر شفيع يخرج الآن. إن شاء الله نطمئن سريعا على حالته على صحته. هذا المرة الإيقاف في اللعب إصابة باللعب إصابة أكيد حقيقية يعني. بينما إصابات لاعبي منتخب نيبال باعتقاد معظمها الغاية منها هو تعطيل اللعب. يزيد أبو ليلى البديل القادم في الدقيقة 64. بالتالي منتخبنا أجرى تبديل تكتيكي والآن سيجري تبديل اضطراري. الدفع بورقة الحارس يزيد أبو ليلى. ما زال يتلقى العلاج عامر شفيع. سلامات سلامات لعامر شفيع اللي يعني أكثر لاعب مشاركة مع منتخبنا الوطني.
هذه المباراة رقم 73 لمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم اللي انطلقت مشاركتنا فيها بتصفيات المؤهلة إلى مونديال المكسيك عام 1986. فزنا في 29 مباراة، تعادلنا في 15 وخسرنا 28 مباراة، سجلنا مع هذا الهدف 108 أهداف واستقبلت شباكنا 94 هدف من تصفيات المكسيك. أول مباراة كما نذكر يعني كان ضد المنتخب القطري في 15/3 عام 1985، وقتها سجلنا أيضا أول انتصار برأسية المدافع عصام التلي. هدافنا في تصفية كأس العالم هو حسن عبد الفتاح عنده 11 هدف، هذه بعض المعلومات التاريخية. الآن دخل قبل قليل الحارس يزيد أبو ليلى، استئناف الآن المباراة الدقيقة 65، هدف لمنتخبنا الوطني مقابل لا شيء لمنتخب نيبال. أنس بن ياسين، كرة عند ياسين البخيت مباشرة، أول لمسة عند اللاعب أحمد العرسان. أحمد العرسان كان يمرر الآن كرة رأسية، محاولة من أحمد سمير، كرة خطيرة مرت على منتخبنا الوطني، كرة خطيرة أحمد سمير كان قريبا من إحراز الهدف الثاني. شاهد مرة ثانية الرأسية، لو كان محله بها فيصل أعتقد أن الكرة باتجاه المرمى. لا، فيصل متميز أكثر بالألعاب الهوائية، ولكن أحمد سمير جرب حظه، والتسديدة مرت والكرة الرأسية مرت بجوار القائم. سلامات لعمر شفيع. الكرة الآن عند اللاعب طارق خطاب يطلب الكرة موسى التعملي، ولكن بالأمام إلى بهاء فيصل. بهاء إلى موسى التعملي، موسى إلى بهاء عبد الرحمن، بهاء بعرض الملعب، تمريرة عند اللاعب أحمد العرسان إلى محمد الدميري، قصيرة ياسير البخيت إلى العرسان من جديد، تهية جميلة عند اللاعب الدميري، العرضية تذهب إلى ركلة ركنية لمصعد المنتخب الوطني. ركلة ركنية، هذا هو عامر شفيع، يخرج الآن بالسلامة لعامر شفيع، ركلة ركنية لمصعد منتخبنا الوطني. التنفيذ عن طريق أحمد العرسان، طارق خطاب يطلب الكرة، بهاء فيصل يطلب الكرة، منفذ الكرة، ولكن كيران كما ذكرت الكرات العرضية من الشوط الأول إما لكيران أو لخط دفاع منتخب بلاده. كيران، تمريرة عند الجهة اليسرى الآن على استقبال معادل الخلف موسى التعملي، ولكن سبق إليها المدافع النيبالي. الآن عند فراس شلباية، فراس، طارق خطاب، يجب نضغط أكثر يا شباب، يعني واحد لا شيء، نتيجة أكيد غير مقنعة على الإطلاق، غير مقنعة على الإطلاق. المنتخب خسر 7 مع الكويت و5 مع أستراليا. هاجم الآن من الجهة اليمنى، والآن تمريرة خطورة للنيبال، تهي تسديدة ولكنها مرت، تسديدة كانت من قبل اللاعب أنجان. والله الهجمات النيبالية يعني نتابعها، أكيد تتابعوها معنا، يعني تشكل خطورة. نشاهد هذا اللاعب باسوان مرر، هي الكرة اللاعب باتجاه أنجان، سدد ولكن لم تأتي باتجاه المرمى. موسى التعملي، مقطوع الكرة من أمام اللاعب أحمد سمير، تعود لمصعد المنتخب النيبالي، طويلة في الأمام أقرب لأنس بن ياسين، مقطوعة من أنس إلى طارق خطاب، أيضا مقطوعة لمنتخب نيبال، كرة خرجت لرامي التماس لمصعد منتخبنا الوطني. يعني منتخب نيبال يعني الدقائق الماضية بدأ يتقدم، وبالتالي أكيد راح يكون هناك مساحات يجب نستغلها من لاعبينا المهاريين اللي يمتلكوا السرعة مثل موسى وأيضا ياسين والعرسان. العرسان عند ياسين البخيت، ياسين يهرب بالكرة، ياسين يمرر ولكن كرة مقطوعة،
باع فيصل بالمضايقة أيضا متابعة أقرب لمحمد الدميري. محمد تمريرة إلى العرسان، العرسان بجوار ياسين، العرسان يتقدم، العرسان يسدد ولكن بعيدة، بعيدة يا عرسان، بعيدة كل بعد. أنت عملت اللي عليك بالمراوغة ولكن بالتسديد أيضا كما ذكرت المحاولات الماضية التركيز غائب، التركيز غائب عند لاعبي منتخبنا الوطني. هذه الكرة هي الدليل. وأيضا بداية الشوط الثاني كانت محاولة من قبل اللاعب ياسين البخيت أيضا بعيدة، وأيضا سعيد مرجان قبل خروجه أيضا سدد كرة بعيدة جدا على المرمى. كرة الآن مع المنتخب النيبالي داخل ملعبه، اضغط أكثر، يجب أن نضغط أكثر، يجب نضغط أكثر ونمرر أكثر ونوع من خياراتنا الهجومية. خيار يعني الكرات العرضية لم تجدي نفعا على الإطلاق، مقطوعة من تمريرة هذا من بهاء عبد الرحمن. أحمد سمير إلى فراس شلباية، تمريرة وصلت إلى أنس بن ياسين، أنس بن ياسين إلى محمد الدميري، محمد إلى بهاء، أصبح القائد الآن بعد خروج عامر شفيع. كرة إلى موسى، موسى التعمري ولكن طالت على موسى التعمري، تتحول مرتدة لمصلحة المنتخب النيبالي. هجم الآن مرتدة، كرة معادل الخلف ولكن أيضا مقطوعة الكرة. أيضا منتخب النيبال تاريخ في لعبة كرة القدم كما ذكرنا، كنا نتوقع مهمة أسهل لمنتخبنا الوطني ولكن دقيقة 72 فقط منتخبنا يتقدم بهدف دون مقابل. سلامات، هناك إصابة للاعب منتخب نيبال. النيبال لم تجري أي تغيير. المدير الفني السويدي هو يوهان كالين، درب عدة أندية بالسويد ثم استلم مهمة كما ذكرنا مطلع العام مع منتخب النيبال. ركلة حرة مباشرة، كرة بالأمام سهلة عند يزيد أبو ليلى. يزيد إلى طارق خطاب، طارق خطاب من جديد، بهاء عبد الرحمن. رتم بطيء الآن لمنتخبنا الوطني، رتم بطيء جدا لمنتخبنا الوطني. محمد الدميري يلحق بالكرة قبل خروجها. أحمد سمير، كرة معادة بالخلف إلى أنس بن ياسين، طويلة باتجاه اللاعب موسى التعمري. موسى استقبال لموسى، موسى التعمري. كرة الآن معادة عند فراس الباية إلى موسى من جديد، أيضا مقطوع الكرة. هجم إلى منتخب نيبال، تمريرة أقرب لدميري ولكن سيطر عليها دميري. محمد الدميري إلى أحمد سمير، أحمد تمريرة بالأمام عند أحمد العرسان. الدميري مرة ثانية، محمد الدميري إلى ياسين البخيت. يلا ياسين، بدنا اختراق آخر من ياسين البخيت، اختراق قبل دقائق أسفر عن ركل جزاء. مرة ثانية ياسين، ياسين الكرة العرضية ولكن مقطوعة، مقطوعة قبل وصولها إلى بهاء فيصل. منتخب نيبال سيجري تبديلا بعد لحظات. سونيل بال، بهاء عبد الرحمن، كرة معادل الخلف عند أنس بن ياسين. كما ذكرت البطء الآن في رتم أداء منتخبنا الوطني.
يعني منتخبنا وكانه مقتنع بالهدف، وكانه مقتنع بتقدمه بهدف دون مقابل. احمد العرسان، احمد العرسان، ولكن ايضا مقطوع الكره من منتخب نيبال، كرات مقطوعه كثيره منتخب الوطني. الدقائق الماضيه منتخبنا يعني وكانه سعيد بتقدمه بهدف دون مقابل. كره اختراق من الجهه اليمنى، تابع لمحمد الدميري، كره مع اللاعب باسوان، عاد الخلف، بدا يتحرر اكثر منتخب نيبال. يضغط يا شباب موسى التعمري، ولكنها مقطوعه مع خطا، خطا لمصلحه المنتخب نيبال. الان التبديل سيتم، يبحث المدير الفني السويدي عن التعديل من حقه بصراحه. منتخبنا ليس بذلك المنتخب المرعب بالفتره الماضيه. إذن باسوان خرج وسونيل، سونيل بال دخل، غاية النية قبل المدير الفني يوهان كلين هو التعديل. كرة بالأمام مقطوعة من الدميري، الآن طارق خطاب، الخطورة، الخطورة تزيد ويزيد أبو ليلى، يزيد أبو ليلى يتصدى للتسديدة من رهيت. رهيت سدد بالقدم اليسرى، ولكن حسن حظنا أنه كانت ضعيفة، وعلى مكان وقوف الحارس يزيد أبو ليلى. شاهد مرة ثانية، شاهد مرة ثانية رهيت بالتسديد. منتخب نيبال بدأ يضغط، تخيل بدأ يضغط، بدأ يسيطر، بدأ يصل أكثر إلى مرمى منتخبنا الوطني. مع احترامنا الشديد طبعا لمنتخب نيبال، ولكن فرق كبير بين يعني الكرة بنيبال والكرة في الأردن. ولكن الفترة الماضية يعني مرحلة انعدام الوزن كما ذكرت، يعني بالتالي كل الأمور متاحة، وقد ينجح منتخب نيبال بالتعديل. وما على كل حال ركلة حرة على مصلحة منتخب نيبال. يلعب الآن يعني نظرة أمامي، عودة لجميع لاعبينا داخل المنطقة أو داخل ملعبنا، وتقدم للاعبي منتخب نيبال داخل ملعب منتخبنا الوطني. الكرة الآن الثابتة، التنفيذ داخل منطقة الجزاء، مقطوعة برأسية طارق خطاب إلى موسى التعمري، يلحق بها موسى، موسى التعمري مع مضايقة من لاعبين اثنين منتخب نيبال بكل براعة، يمررها موسى التعمري بالأمام إلى العرسان، الآن في مجال لمرتدة منتخبنا الوطني، الأسلوب اللي بيعشقه طبعا فيتال. الأسلوب اللي بيعشقه فيتال والمرتدات في معظم مباريات منتخبنا، تسديدة ولكنها بعيدة، بعيدة، بعيدة. هذه المحاولة كانت من قبل لاعب المنتخب النيبالي واللاعب بيمال أدميري على أنس بن ياسين، تصل عند بهاء عبد الرحمن، بهاء تمريرة وصلت عند اللاعب طارق خطاب. 12 دقيقة تقريبا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، منتخبنا متقدم بهدف دون مقابل على منتخب نيبال. أنس كرة بالأمام، استقبال للتعمري، أحمد سمير، أحمد سمير تمريرة إلى ياسين البخيت، ياسين داخل الجزاء، العرسان يعكس كرة، والهدف الثاني، جول، هدف باكر عن طريق أحمد العرسان، أحمد العرسان يسجل الهدف الثاني وهدف الاطمئنان لمنتخبنا الوطني. أحمد العرسان بخطأ نادر من كيران يسدد كرة فوق الحارس، والبسمة تعود إلى مشجعينا. هدف ثاني عن طريق العرسان، وأخيرا العرسان يهزم كيران، وهدف في الدقيقة 78، هدفين دون مقابل. شاهد مرة القصة، شاهد التمريرة الذكية من ياسين البخيت إلى العرسان، العرسان خدع كيران، وبالتالي كرة فوق كيران
إلى الزاوية البعيدة، هدف التعزيز لمنتخبنا الوطني، هدفين مقابل لا شيء. يتقدم الآن منتخبنا على منتخب نيبال بهذه الكرة الماكرة من أحمد عرسى، 2-0. الدميري، تمرير الآن عند أحمد سمير، أحمد سمير بجواره ياسين البخيل صاحب السر وراء الهدفين، أحمد عفوا ياسين مقطوع الكرة تذهب إلى ركنية، ياسين البخيل تسبب بركلة الجزاء وصنع الهدف الثاني لأحمد العرسى. مباشرة أحمد سمير، الكرة العرضية مقطوعة، أنس بن ياسين إلى بهاء عبد الرحمن، العرسان بتكت كل براعة لأحمد سمير، أحمد يسدد ولكن بجوار المرمى. كرة قوية من أحمد سمير، كرة صاروخية من أحمد سمير، سنتيمترات قليلة تبتعد عن القائم الأيسر. شاهد مرة ثانية، شاهد الكرة القوية من أحمد سمير، وكان قريبا من الهدف الثالث، كان قريبا من الهدف الثالث. أنس بن ياسين إلى أنس من جديد، بهاء عبد الرحمن، أنس، أحمد العرسان، قوية إلى ياسين، تذهب إلى رامي تماس، رامي تماس مصعد منتخب نيبال، كرة عند اللاعب بديل بال ولد ميري، يخطف الكرة ميري بكل براعة، خطأ لمصعد منتخب الوطني، خطأ لمصعد منتخب الوطني، منافذ مباشرة، ويطلب الكرة اللاعب موسى التعمري، الكرة باتجاه التعمري ولكن أقرب إلى الخروج إلى خارج الميدان، تذهب إلى ركلة مرمى لمصعد منتخب نيبال، ركلة مرمى. الدقيقة 82، فراس، هجوم الآن لمصعد المنتخب النيبالي، كرة مرتدة الآن لمنتخب نيبال عند البديل بال داخل المنطقة، سهل عند يزيد أبو ليلى، يزيد باتجاه العرسان، قالت على العرسان، ذهبت إلى رامي التماس لمصعد منتخب نيبال، رامي التماس معادل الخلف إلى كيران بالأمام إلى بال، مقطوعة من ياسين، بال من جديد، أحمد العرسان يحصل على خطأ، وركلة حرة لمصعد منتخبنا الوطني، ركلة حرة مباشرة، التنفيذ عن طريق أنس بن ياسين إلى ياسين البخيت، يلا ياسين، ياسين البخيت، ياسين يراوغ اللاعب الثاني، العرسان أحمد العرسان إلى اللاعب الآن فراس شلباية، فراس كرة عرضية وبالرأس فوق المرمى، كرة رأسية من أحمد سمير، ثاني محاولة رأسية من أحمد سمير وهذه المرة فوق المرمى، نشاهد العرضية من فراس على رأس أحمد سمير فوق المرمى، فرصة خطيرة ضاعت على منتخبنا الوطني. فراس شلباية، كرة بتجي اللاعب موسى التعمري سيطر على الكرة، موسى التعمري بكل براعة، يلا يا موسى التعمري، هيا كرة فوق المرمى، كرة صاروخية من أحمد سمير، حظك عاثر اليوم يا أحمد سمير، حظك اليوم مش ماشي معك يا أحمد سمير اليوم، رابع محاولة لأحمد سمير، يعني كرتين رأسيتين وتسديدتين قويتين ولكن هذه ولكن خارج المرمى، الأربع محاولات خارج المرمى، نشاهد المهارة كانت عالية من قبل موسى التعمري، هيئ الكرة ولكن التسديدة كانت قوية فوق المرمى. تبديل ثاني لمنتخب نيبال،
يخرج أنجان ويدخل تمنك. تمنك بديلة لأنجان شوطاني يعني منتخبنا لأداء أفضل قارن أداء بأداء كان بمجمل أداء غير مقنع، ولكن من حيث المقارنة بين الشوطين منتخبنا يعني أفضل نسبيا من الشوط الأول. كرة مقطوعة الآن مرتدة لمنتخبنا الوطني، أصبحت الآن مساحة موجودة للاعبي منتخبنا. ياسين البخيت، ياسين البخيت كرة عند العرسان يهيئ فرصة ولكن مقطوعة قبل وصولها إلى بهاء فيصل. تمريرة كانت من عرسان الدميري مباشرة مرة ثانية إلى عرسان أحمد العرسان، العرسان كرة عرضية بهاء فيصل وتبقى داخل الميدان. ياسين البخيت، ياسين كرة الآن فرصة بالرأس، وأيضا تخطئ وأحمد سمير، وهذه المرة قريبة جدا يا أحمد، لا يصدق ما حدث في تال أحمد سمير، يعني كرة مقشرة كما يقال. هذه طبعا المحاولة الأولى وصلت بعدين عند اللاعب ياسين، هيئ كرة على طبق من ذهب داخل 6 ياردات، ولكن الحظ العاثر كما ذكرت في وجه اللاعب أحمد سمير. الآن كرة عند اللاعب موسى التعمري، موسى يستعرض مهاراته، معادل الخلف عند فراس شلباية إلى موسى من جديد، موسى يمرر إلى بهاء عبد الرحمن، يعكس كرة ولكن تصدم بالدفاع. كرة ما زالت داخل الميدان، خطأ على لاعب منتخبنا الوطني، خطأ على موسى التعمري إلى ركلة حرة لمصلحة المنتخب النيبالي. خطر مصلحة اللاعب سجان، الدخول كان قوي من قبل موسى التعمري، وبالتالي ركلة حرة لمنتخب نيبالي. الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، في وقت ضائع أكيد لأنه عامر شفيع تعرض لإصابة حارس مرمانا وخرج، بعض الإصابات لمنتخب نيبالي. أحمد سمير إلى موسى التعمري، موسى التعمري يمرر عند بهاء عبد الرحمن مباشرة إلى أحمد العرسان، إلى ياسين، إلى دميري، محمد دميري الكرة العرضية، والآن موسى التعمري. هناك كان دخول قوي من اللاعب النيبالي أنس بن ياسين إلى طارق خطاب، بجواره فراس شلباية، إلى فراس، استقبال لفراس، العرضية من فراس باتجاه ياسين البخيت، استقبال ممتاز لياسين البخيت، ياسين يعكس كرة نفس الطريقة، والهدف الثالث، عن طريق بهاء فيصل، والصناعة أيضا من ياسين البخيت. بهاء فيصل يظهر أخيرا بالدقيقة 88، هذا أول ظهور لبهاء فيصل، والصناعة من جديد ياسين البخيت، كرة بالزاوية البعيدة وبهاء فيصل بالرأس يسجل داخل المرمى، الهدف الثالث. هذه القصة من جديد في رأس شلباية باتجاه اللاعب ياسين، استقبال ولا أروع وتمريرة ممتازة باتجاه بهاء فيصل، بهاء يرتقي ويسجل بالرأس داخل المرمى، هدف ثالث لمصلحة منتخبنا الوطني. إعادة من جديد وبهاء فيصل يرتقي فوق المدافع تمانك ويسجل ثالث الأهداف. شوط ثاني أفضل، لا أحد يستطيع القول غير ذلك. 3 أهداف لمنتخبنا، ويعني الهدف اللي سجله فراس ركلة جزاء يعني حرر منتخبنا بعض الشيء. الآن موسى التعبري إلى بهاء، الرابع يا بهاء، وكرة مقطوعة من كيران، كيران بعد ما تألق في الشوط الأول، هذا أول تصدي حقيقي لكيران في الشوط الثاني، وبهاء كان قريب من الهدف الرابع. شاهد
تمريره ممتازه لموسى التعمري، بهاء تقدم وسدد كره قويه، ولكن كيران موجود، كيران موجود، وبعدها الى ركله ركنيه لمصلحه منتخبنا الوطني. الدقيقه الاخيره الوقت الاصلي للمباراه، احمد سمير الكره الان العرضيه، وكيران ايضا، كيران فوز لمنتخبنا الوطني، سينفرد من خلاله بالمركز الثاني بسبع نقاط، متاخر بنقطتين عن منتخب استراليا. الكره عند الجهه اليسرى الان، ولكن طالت على لاعبي منتخب نيبال، تذهب الى رامي التماس، احمد سمير، كرة باتجاه اللاعب ياسين البخيت نجم منتخبنا في هذه المباراة، صناعة ثلاثة أهداف. ياسين البخيت، ياسين بدأ يستعرض، ياسين البخيت، ياسين البخيت، ياسين، والعرسان، العرسان، العرسان، تسديدة ولكنها عند الحارس، كان يمر لياسين ولكن فضل التسديد. أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع. هناك تبديل لمنتخب نيبال، رجال بعد قليل. هذه الإعادة شاهد ياسين بالمهارة، ثلاث لاعبين يتجاوز، تصل عند العرسان، العرسان سدد بين قدمين اللاعب المدافع إلى كيرا. تبديل، رجال يدخل بديلا لسجال، رجال اللاعب الورقة الثالثة للسويدي يوهان كالين يدخل تبديل للوقت المحتسب بدل الضائع. مراش البايا بالاستقبال، كرة عند موسى التعمل، موسى بعرض الملعب، تمريرة إلى أحمد سمير، إلى موسى من جديد، موسى أمامية، العرسان وصلت إلى المتألق ياسين البخيت، ياسين إلى العرسان، العرسان يمر، ولكن هناك على دفعتين كيران اللي كاد يسجل في مرمى. شاهد التمريرة القوية كانت من قبل العرسان، هذه الإعادة من جديد، ياسين مرر إلى العرسان، العرسان وكادت أن تغالط كيران. كرة مقطوعة من سانتوش بالأمام إلى دميري، محمد الدميري، بهاء عبد الرحمن، بهاء مع أحمد سمية، طب الكرة يمكن بأقصى الجهة اليمنى، اللاعب موسى التعمري لوحده، موسى وياسين لوحده، دميري إلى ياسين، ياسين البخيت بالبراعة بالمهارة يتجاوز اللاعب النيبالي. كلمة السر وراء فوز منتخبنا الوطني اليوم ياسين البخيت. كرة إلى بهاء فيصل، استقبال لبهاء، بهاء فيصل الآن مع ياسين إلى أحمد سمير، أحمد سمير إلى بهاء عبد الرحمن، بهاء قد يسدد، بهاء ولكن يمرر بدل التسديد إلى طارق خطاب. الآن أحمد سمير في النهاية مقطوعة من المدافع النيبالي طارق خطاب بالرأس، تمريرة مباشرة إلى فراس شلباية، فراس ولكن أيضا مقطوعة، تتحول هجمة إلى مصلحة المنتخب النيبالي، مقطوعة من موسى التعمري، موسى التعمري أسرع يا شباب أسرع، مش داعي نهدئ إيقاع المباراة، نبحث عن أهداف أكثر. الحكم ينظر إلى ساعته، الحكم الطاجيكي. الآن أحمد العرسان أيضا تألق اليوم، أحمد العرسان، أحمد سمير، كرة عند محمد الدميري، محمد الدميري يحتفظ بالكرة، محمد الدميري، محمد يطلب الكرة أيضا، ياسين البخيت، تمريرة باتجاه ياسين ولكن مقطوعة من قبل اللاعب دينيتش، ذهبت إلى رمي التماس لمصلحة منتخبنا الوطني. استقبال الدميري الآن، محمد الدميري، محمد كرة ذهبت، كان في سوء تنسيق مع اللاعب
ياسين البخيت يذهب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. الحكم في طريقه نحو إطلاق الصافرة. الآن أعزائي المشاهدين، أعزائي متابعين عبر قناة الأردن الرياضية، نهاية أحداث هذه المباراة بفوز منتخبنا الوطني على منتخب نيبال بثلاثية نظيفة أتت جميعها في الشوط الثاني، وبالتالي منتخبنا يصل إلى النقطة السابعة في المجموعة الثانية متأخر بفارق النقطتين عن منتخب أستراليا المتصدر. يبارك لمنتخبنا هذا الفوز، وإن كان مجمل أداء يعني ما زال غير مقنع، ولكن أكيد الإيقاف الثلاث هامة. يبارك هذا الفوز، هارد لك لمنتخب نيبال، ومنتخبنا بانتظار الأصعب الآن مواجهة أستراليا الشهر القادم هنا في عمان. الكلمة تعود من جديد إلى ليث سعود وضيفيه محللينا ديان صالح ووليد فطاطا. تفضل ليث، الكلمة لديك. شكرا لكم. بسام المجالي كان معلقا واصفا لاحداث هذه المواجهه. اذا مبارك لمنتخبنا الوطني، هارد لك لمنتخب نيبال. منتخبنا الوطني يحقق الفوز بثلاثه اهداف.